عواطف دريهم، عضو بمكتب جمعية أبا القراق. هذا الملتقى جاء في بتعاون أو نظم بتعاون مع عدد من الشركاء والفاعلين. يأتي هذا الملتقى في إطار المواضيع التي تناولتها الدورات السابقة لملتقى تأنيث للإبداع النسائي، حيث شكلت مناسبة سانحة لمناقشة ملفات وقضايا تخص المرأة ذات أهمية وراهنية قصوى. سيدات قدمنا من مجموعة من المدن المغربية، وهناك فعاليات نسائية مشاركة أيضا في هذا المضمار من مدينة سلا ومن جهة رباط سلا القنيطرة. عائشة البقالي، المنسقة الجهوية لبرنامج من أجلك التابع للجمعية البلجيكية. احنا اليوم متواجدين في جمعية بورغراك بشراكة معهم، نظمنا ملتقى ثامن للتأنيث حول موضوع المرأة والاستثمار كدعم وتمكين. الهدف ديال هذا اللقاء طبيعة الحال هو أننا نبرزوا واحد المجموعة من السيدات اللي عطاوا واحد العمل جبار باش يبينوا القدرات النسائية ويقدروا يبينوا شنو هي المستوى اللي ممكن توصلوا للمرأة بالجهد ديالها طبيعة الحال، ويكونوا كعبرة للنساء الثانيين. الهدف ديال البرنامج من أجلك هو التمكين الاقتصادي للمرأة اترافير بيان سور دي فورماسيون دو لاكونبانيوم اللي حنا كنديروهم. كنشتغلوا يعني في المغرب كنسخة ثالثة حاليا. النسخة الأولى كانت 2013-2016، النسخة الثانية لبرنامج من أجلك 2017-2021، وحنا حاليا الحمد لله في النسخة الثالثة من هي 2022-2026. البرنامج مستمر لأنه أظهر على النتائج ديالو اللي هي جيدة جدا في التكوين وفي التأثير وطبيعة الحال في المتتبع ديال النساء، إلى غاية أنهم ينجحوا ويخلقوا شركة ديالهم أو لا ينضموا لشركة أخرى ممكن أنهم ينجحوا فيها. عثمان فتيحة، رئيسة فيدرالية سيدات الأعمال والمهن بالمغرب ورئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب بالمغرب. المشاركة ديالنا في هذا الملتقى، في هذا المنتدى من جمعية أبي الأقراق، وبشراكة مع مجلس سيدات الأعمال العرب وفيدرالية سيدات الأعمال والمهن، لأن جينا نتقسموا معهم تجارب ديالنا والخبرات ديالنا، لأن احنا كنشتغلوا بزاف في التمكين الاقتصادي، وكذلك كانت في الاستثمار كنجلبوا كأننا احنا عضو في مجلس سيدات الأعمال العرب كنجيبوا مستثمرات كبار. درنا واحد المؤتمر زيارة، درنا الملتقى الأول بمراكش ودرنا زيارة ل 120 سيدة عربية اللي جبناهم للمغرب وجبناهم درنا لهم زيارة لمدينة الداخلة والبحث عن سبل الاستثمار بالمغرب. وهذا شيء جميل لأن كل واحد خاصو يشتغل من الناحية ديالو، لأن الدولة ما يمكنلاش بوحدها تشتغل وتجلب الناس باش يديروا يستثمروا، يعني حتى الجمعيات هما عندهم حقهم باش يجتهدوا ويجيبوا المستثمرين للمغرب. والصحة ما شاء الله كبيرة، وحنا كذلك نعملوا تعزيز العلاقات بين سيدات الأعمال والمهن. بحال هاد التعاونيات حنا بدينا درنا واحد المركز لتمكين الاقتصادي بمدينة سلا، ودرنا واحد المشروع مع وزارة المرأة اللي هذا كي درنا فيه واحد المشروع ديال التمكين الاقتصادي في التلفيف، وجبنا سيدات واحد 25 سيدة ودرنا لهم وكبناهم ودرنا معاهم تكوين ودرنا معاهم يعني أيام، وحنا كنديروا مواكبة اللي دامت واحد العام واحد السنة، وديك المواكبة خرجت بواحد تعاونية بقينا معاهم حتى خلقوا تعاونية ديال التلفيف اللي ما كانش من قبل تعاونية ديال التلفيف، والحمد لله هنا دابا الانش كيشتغلوا وحنا كنتابعوهم وكنشجعوهم، لان باش كنشجعوهم من عند هاد سيدات الاعمال اللي حنا عندنا باش كيديروا لهم تسويق باش كيعاونوهم وكيساعدوهم كيعطوهم واحد العمل باش كيساعدوهم باش يشتغلوا باش يكون عندهم واحد الدخل ديالهم الخاص ليهم. فايسهام من كنمثلوا مدينة مكناس في الصناعة التقليدية العريقة واللي معروفة بها مكناس، والصناعة اللي عندها صدى كبير على صعيد العالم، مازال في الرقي ديالها الحمد لله في المدينة ديالنا ومازال كنزيدوا بها القدام. وهذا الشيء كيرجع للفضل بحال هاد الجمعيات
وهاد الناس اللي كيشجعوا هاد الصناعة التقليدية. وحنا بينا اللي جينا من مكناس، معنا السيدة أسماء كذلك اللي في الفن في الطابلويات، أرتيست كبيرة ديالنا من مكناس، ومعنا السيدة كوثر من مدينة مكناس المختصة في الجمر والجوهرات، وعندها داك الشيء راقي ما شاء الله عليها. هاد الجمعية تنشكرهم وتنشكرهم جزيل الشكر، لأنهم كيساعدونا كثير في أننا نحافظوا على هاد التراث ونحافظوا على هاد الصناعة التقليدية ونزيدوا بها القدام، وتبقى عندنا القوة والشجاعة باش تبقى في الأوج ديالها وتعطي الكثير إن شاء الله.